السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الأحد الموافق للحادي والعشرين من شهر يونيو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة الأيام والتي نشرت. الملك: نقدر جهود الأميرة سبيكة في تعزيز إسهامات المرأة، خطة للتعاون مع موسكو والاستفادة من العقار الروسي لعلاج فيروس كورونا. ومع صحيفة الوطن والتي عنونت: سريان العمل وقت الظهيرة مطلع شهر يوليو، حملات: أسعار الحج مرهونة بتحديد الاشتراطات. في ندوة لصحيفة الوطن: العمل لا تسريحات، والحكومة تراقب التدخل بالوقت المناسب. ومع صحيفة البلاد والتي نشرت: الصحة العالمية تشيد باعتماد مملكة البحرين يوم الطبيب، أزمة فرز الأراضي تتفاقم والحل تصنيف واضح، الأوروبيون يصعدون لهجتهم حيال إيران. حول الطقس والتغيرات المناخية، نشرت صحيفة الأيام عبر موقعها الإلكتروني الخاص أن مملكة البحرين تشهد الآن ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس، والذي بدأ في الساعة 7:14 صباحا، حيث يغطي القمر أكبر جزء من قرص الشمس. وبدوره أفاد الباحث الفلكي محمد العصفور أن مملكة البحرين تترقب دخول فصل الصيف فلكيا اليوم الأحد في ظاهرة فلكية تسمى بالانقلاب الصيفي، إذانا بدخول فصل الصيف. إلى الملف الأبرز لصحافة هذا اليوم، وهو الجهود الحثيثة لمكافحة فيروس كورونا، حيث نطالع من صحيفة الأيام أن سفير مملكة البحرين لدى جمهورية روسيا الاتحادية أحمد الساعاتي أكد على وجود خطة للتعاون مع الجانب الروسي فيما يتعلق بالاستفادة من العقار الروسي لمعالجة الإصابة بفيروس كورونا، والذي أثبت الفعالية في علاج الإصابات بالمراحل الأولى. وبقلم الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، نشرت صحيفة الأيام مقالا بعنوان: مملكة البحرين استجابة فعالة لجائحة كورونا. فإلى المقال. إن التزام مملكة البحرين بصحة وسلامة مواطنيها يحتل أولوية مطلقة، فعلى الفور دخلت خطة العمل حيز التنفيذ، وأعلنت وزارة الصحة أنها سوف تتبع تعليمات منظمة الصحة العالمية في تطبيق الرصد الوبائي واتخاذ التدابير الاستباقية. لقد عقدت اجتماعات مكثفة للتنسيق من أجل تعزيز مستوى التعاون والتكافل بين المؤسسات الصحية العامة والخاصة وضمان تطبيق تعليمات وزارة الصحة. بدا جليا أن مفتاح النجاح سيكون العمل بروح الفريق. أنقذت الاستجابة المرنة المبكرة مملكة البحرين من سيناريو مرعب شهدته دول أخرى. نتيجة لذلك أصبحت المملكة يوم 19 مارس أول دولة عربية تنضم لبرنامج اختبارات التضامن التجريبية الموحدة للقاح كوفيد-19 التابع لمنظمة الصحة العالمية، والذي يعد إشادة دولية بجهود البحرين في هذا المضمار. من المهم ألا ننسى أن مملكة البحرين هي صورة مصغرة جدا من المجتمع الدولي، حيث تحتضن كل الثقافات والأجناس، والمملكة قادرة على أن تقدم مساهمات ملهمة في هذا الشأن من خلال مشاركة تجربتها ودرايتها بالتعامل مع الجائحة. نشرت صحيفة البلاد أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم هنأ صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء بمناسبة
بمناسبة اعتماد مملكة البحرين يوماً للطبيب البحريني، وتخصيص جائزة باسم سموه لتكريم الأطباء البحرينيين المتميزين في البحث العلاجي والطبي. لفتت صحيفة الوطن أن مدير إدارة التوظيف بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية حسين الشامي أكد أن الحكومة تراقب بشكل يومي مؤشرات سوق العمل ولن تتأخر في دعم البحرينيين، مشيرا إلى استعدادها لاتخاذ أي قرار يكون في صالح الاقتصاد والمواطن البحريني. هذا وخط الكاتب أسامة الماجد مقالا في صحيفة البلاد، والذي جاء بعنوان خطوة نوعية في مسيرة الحكومة، فإلى أبرز ما جاء فيه. لقد مثل الاجتماع البرلماني الحكومي لبحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع الاقتصادية خطوة نوعية في مسيرة الحكومة ونشاطها الواسع في كل المجالات وفي كل ما يصب مصلحة المواطن وتعزيز دور الاقتصاد وتنشيطه عبر حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار. الأرقام التي تمت الإشارة إليها في الاجتماع تبين بوضوح نجاح الحكومة في تنفيذ الخطط ومواجهة التحديات. نالت هذه السياسة ثناء دوليا وعكست ما تتمتع به الحكومة من رؤية متكاملة لتحقيق رؤى وتطلعات سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. إن حكومة مملكة البحرين بقيادة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه تدفع الاقتصاد الوطني خطوات متقدمة وترسم طريق المستقبل بنجاح كبير، والمرحلة القادمة تتطلب مزيدا من الجهد والمسؤولية المشتركة لمواجهة التحديات والعقبات. أصحاب حملات حج لصحيفة الوطن أكدوا أنهم في انتظار إصدار قرار بشأن حج هذا العام من قبل وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية اليوم بعد تأجيله، وعلى أساسه سيتم تحديد أسعار الحج وفقا للاشتراطات والقرارات الجديدة بعد وضوح الصورة بسماح السعودية للحج. الدولة ما قصرت، عنوان مقال للكاتبة لولو بودلاما تحدثت فيه حول الاحترافية التي قامت بها مملكة البحرين في أزمة فيروس كورونا، وقالت فيه ما يلي: جهود كبيرة قامت بها الدولة من أجل أن تستمر الحياة بطبيعتها رغم الجائحة العالمية. كلمة حق يجب أن تقال، الدولة ما قصرت، والآن جاء الدور علينا جميعا لنثبت للدولة بأننا ممتنين للجهود التي قامت بها، ونكون مستعدين للتعامل مع المرحلة المقبلة وتحدياتها والتي تتطلب تعاونا من الجميع لتجاوزها بنجاح. وبالمثل نتمنى من المواطنين أن يقفوا صفا بصف مع قرارات اللجنة التنسيقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 واتباع كافة التعليمات التي تصدرها اللجنة. وفي الشأن الاقتصادي، لفتت صحيفة الأيام أن رجال أعمال أكدوا على أهمية تمديد حزمة الدعم الحكومية للقطاع الخاص حتى نهاية الموسم على أقل تقدير لحفظ التوازن الاقتصادي في السوق المحلي ومساعدة المؤسسات على تجاوز آثار الركود الاقتصادي بسبب جائحة كورونا. إلى الأخبار المنوعة من صحف مملكة البحرين لهذا الصباح، ونقرأ من صحيفة الأيام أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عممت على كتاب العدل الخاص حظر إجراء معاملات توثيق إقرارات المديونية لـ21 جهة
غالبيتها تعمل في مجال بيع الإلكترونيات. وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة الأيام أن هذا الإجراء يهدف للتحقق من مشروعية هذه المديونيات والالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التوثيق. من صحيفة الوطن نقرأ أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أكملت استعداداتها بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 4 عصرا في شهري يوليو وأغسطس. وإلى فن الكاريكاتير. وصلنا مشاهدينا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، تمنياتي لكم بموفور الصحة والعافية دوما، إلى اللقاء.